السلام عليكم اخوان، نتاي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد المشاركه ديال الارباح ديالي في موقع موني اونات انفستمنت. هذا الموقع هذا اللي كيعطيك يعني نسبه ارباح يعني على كل بروجيكت تقوم بالاستثمار فيه. يعني هذه البروجيكت يعني الموجوده يعني في يعني في الموقع، يعني اي شخص لديه يعني مشروع يقوم بعمل له باتات او مشاركته مع اشخاص من اجل ان يستفيد من اموال يتم استثمارها و يعني تعود لك بالعائدات. يعني اي انه بمجرد انه يقوم بعمل استثمار لتلك الاموال التي تم اخذها من المستثمرين والارباح تقسم على الاعضاء. فالارباح يعني كما تشاهد معي هنا يعني يتم اعطاؤك يعني يوميا. مثلا انا قمت باستثمار مثلا سهم واحد، قمت بشراء سهم واحد من هذا الموقع، فانني سوف احصل يوميا يعني على 0.02. يعني هذا فقط سهم واحد، يعني انت تقوم باخذ يعني السهم، يعني تقوم بشراء يعني عدد كبير من الاسهم وحينها تحصل على مبلغ جيد. على العموم يعني تشاهد معي هنا كذلك الارباح، يعني تشاهد معي هنا يعني يعني 0.03. يعني هناك الارباح تختلف يعني على من بروجكت لبروجكت، كذلك تختلف يعني النسب. يعني مثلا لو دخلت انا هذه النسبه يمكن ان يصبح غدا يعني تصبح الارباح 0.04 او 0.05 على حسب المشروع، يعني في حال تطور او حتى في حال انخفض. يعني يمكن السعر ان ينخفض، لكن غالب المشاريع هنا يعني تبحث انت عن مشروع يتم تداوله بكثره، يتم الكثير من المستثمرين يقومون بالاستثمار فيه وتقوم انت كذلك بالاستثمار في هذا المشروع. اوكي، فسبق وشرحنا يعني هذا الموقع وسبق وشرحنا طريقة الايداع. يعني فطريقة الايداع يعني كما سبق وذكرنا الادفولت في هذا المكان وتقوم باختيار البيرفكت موني او البي تي سي او حتى اللايت كوين. يعني هذه البنوك التي يتعامل معها الموقع كان يتعامل بالباي بال يعني قبل شهرين، يعني كان يتعامل بالباي بال لكن اصبح يعني حذف الباي بال من حسابه يعني من هذا الموقع نظرا لبعض المشاكل التي يواجهونها يعني في مشكل في حساب الباي بال. لهذا سيت يعني على حسب اتصال المغرب بالموقع يعني تحدثوا على انهم سوف يقومون باستعداد الباي بال قريبا. لكن على العموم يعني في الموقع وموثوق، يعني انا سبق وان سرحته وسبق وانسحبت منه يعني اكثر من مره. سنقوم بمشاهده يعني الارباح الخاصه بي وحتى يعني الارباح نعم بالطبع التي قمت بسحبها. اوكي، فبالنسبه للويدر سبق يعني ان سحبت من الموقع يعني عدد يعني تقريبا 500 دولار او اكثر من 500 دولار قمت بسحبها. فتشاهد معي في الباي اوت هنا يعني 11 دولار قمت بسحبها، كذلك هنا 4 دولار سحبتها، 6 دولار سحبتها، 8 دولار سحبتها، 6 دولار سحبتها، 2 دولار، 12 دولار سحبتها، 33 دولار، 53 دولار. سنشاهد كذلك هنا الصفحة الثانية، هنا سحبت يعني آخر سحب لي كان 31 دولار، 12 دولار و 3 دولار، 6 دولار يعني اوكي 6 دولار و 20 دولار كذلك سحبتها، سحبت 45 دولار، سحبت 10 دولار، سحبت 9 دولار، سحبت 3.25 دولار، سحبت 3.17 دولار وكذلك سحبت 137 دولار. هذه كل سحوباتي يعني تقريبا لو حسبت هنا ستجد يعني على الاقل يعني 500 دولار كعدد اقل يعني للسحب السحوبات التي قمت بعملها في الموقع. فيمكن لك انت ايضا يعني ان تقوم بعمليه ايداع اموالك والربح من خلال هذا الموقع باستخدامك ل يعني تقوم بعمل ادفوند هنا وتقوم بالاشياء يعني اسهم اي شركه، قم بالبحث عن الشركات الموجوده وحينها قم بعمليه استثمار اموالك في الموقع. فهذه يعني فقط مشاركه للارباح، يعني سبق ان شرحت لكم الموقع. يمكن الرجوع الى الفيديو او الفيديوهات التي قدمتها بخصوص هذا الموقع. موقع صراحه رائع جدا وانا اشتغل يعني عليه واربح من خلاله يعني حاليا في البالانس الخاص بي اي في حسابي الان. يعني من الراس يعني لو شاهدت يعني البالانس سوف تجد 182 دولار لم اسحبها بعد، وستجد هنا يعني تقريبا 140 دولار كذلك لم اقوم بسحبها، يعني 148 دولار لم اسحبها بعد، لا اريد ان اسحبها يعني الان. ف اريد ان انتظر يعني الى ان تصبح يعني جميع هذا البالانس يعني يصبح في الافيليبل وحينها اقوم بسحب. يعني على الاقل يعني اريد ان اسحب هنا يعني 200 دولار. فالحمد لله يعني قمنا باستثمار في الموقع 100 دولار، يعني قمت باستثمارها ورجعت الارباح لنا، يعني رجعت الارباح لنا تقريبا
يعني 126 دولار التي قمت بإيداعها واسترجعتها اسمها لي، يعني استرجعته وتبقى لي الأرباح التي أقوم ب يعني أن أقوم بربحها حاليا. فصراحة موقع رائع، موقع صراحة يشتغل يعني تقريبا لديه يعني الآن عامين أو أكثر من عامين وهو يشتغل هذا الموقع. صراحة أنا عجبني هذا الموقع بشكل كبير، لهذا قمت بمشاركته معكم، وأنا الآن أريد أن يعني أن تستفيد منه أنت أيضا وأن يستفيد منه معظم الأشخاص في من خلال هذا الموقع. فأتمنى يكون فيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك. في حال كان لديك أي استفسار أي مشكل في هذا الموقع يمكن فقط أن تقوم بمراسلتي، وإن شاء الله سوف أكون سعيد بالإجابة عنك. كان معكم فارس مو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.